ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا هرددشت. لا يضر ولا ينفع. ثمة ظاهرة تفشت في بلادنا ذات يوم، وهي ظاهرة وصف الأطباء لأدوية لا تضر ولا تنفع للمرضى بسبب العلاقات القوية التي أقامتها المعامل المنتجة لهذه الأدوية مع بعض الأطباء، وهي علاقات قائمة على مبدأ شيلني لشيلك. فالمعمل يدفع راتبا للطبيب، والطبيب يكتب الدواء لمرضاه، والمرضى يشترون، والدواء يمشي والمرض يبقى. وثمة أمراض كثيرة في مجتمعنا بقيت وما زالت وما برحت تؤخر تقدمنا وتعرقل مسارنا نحو الأفضل بسبب الأدوية التي لا تضر ولا تنفع. فصحيح أنها لا تضر ولا تنفع، ولكنها بالنتيجة تضر، لأنها تأخذ مكان الدواء المناسب. ولطالما كانت علتنا هي في ركن الدواء المناسب على رفوف الإهمال لسنين وسنين حتى تنتهي مدة صلاحيتها ويتراكم عليها غبار من الآلام والأحزان. فالدواء أيضا إنسان يتألم لأنه موجود وما من أحد ليستخدمه. يتألم لأنه يرى مجتمعه بحاجة إليه، لكن طبقة من عديمي الحيلة تشير إلى غيره فقط، لأن هذا الغيره يقدم له فائدة مباشرة وهي مادية حصرا. كم من الشباب في وطني جالسون في بيوتهم على رفوف انتظار الفرصة لكي يساعدوا ناسهم وأهلهم للتخلص من أوجاعهم وآلامهم فقط لأنهم لا يقدمون الرشوة لأصحاب الرأي السديد. كم من الفتيات في بلدي جالسات في أروقة العطالة فقط لأنهن لم يقدمن للمدراء ما يشتهون وما أدراك ما يشتهون. كم من المواهب في بلدي تنتظر الفرصة لتقول كلمتها ولتصنع المستقبل الذي نتأمله كلنا، عدا تلك الحفنة من الذين لم يعطيهم الله من المواهب سوى موهبة التزوير وتدبير الأشباه من عديمي الضرر والنفع. فمتى تزول هذه الطبقة العجيبة؟ قل لي متى شوفك يا كامل وصوفك. هكذا حدثنا هرددشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.